السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أعزائي الكرام عزيزتي الكريمات في فيديو جديد على قناتكم تربوية مع الأستاذ محمد البخاري. إذا الفرد الأول، الدورة الأولى في مادة النشاط العلمي. نبدأ بالسؤال الأول، أملأ الفراغ بما يناسبه. لي جوج ديال النقط، إذا عندي أربعة ديال الفراغات وعندي أربعة ديال الكلمات غادي نكمل بهم. عندي الطاقة، العمر، الأغذية، النمو. إذا تمكن المتنوعة التي نتناولها، إذا ماذا نتناول؟ نتناول الأغذية. إذا تمكن الأغذية، الأغذية تمكن الأغذية المتنوعة التي نتناولها من تغطية حاجيات جسمنا من المواد الغذائية. إذن داك الأغذية كتغطي الحاجيات ديال الجسم الغذائية، وكذلك الطاقية والطاقة اللازمة والطاقة اللازمة. إذن تمكن الأغذية التي نتناولها أو المتنوعة التي نتناولها من تغطية حاجيات جسمنا من المواد الغذائية والطاقة اللازمة. وتتغير الحاجيات الغذائية عند الإنسان حسب، إذن الحاجيات الغذائية عند الإنسان كتغير حسب ماذا؟ إذن درنا الأغذية درنا الطاقة، حسب العمر والجنس والنمو. مو إذن حسب العمر والجنس والنمو والحالة الوظيفية. إذن نعود نقرأ هذه الفقرة. إذن تمكن الأغذية المتنوعة التي نتناولها من تغطية حاجيات جسمنا من المواد الغذائية والطاقة اللازمة. وتتغير الحاجيات الغذائية عند الإنسان حسب العمر والجنس والنمو والحالة الوظيفية. إذن نمر النشاط اثنان. نشاط اثنان في صحيح أو خطأ. إذن ضع علامة أمام خانة صحيح أو خطأ. إذن لها نقطة ونصف. عندي ثلاثة ديال العبارات. إذا كانت العبارة صحيحة سأضع علامة أمام صحيح، إذا كانت العبارة خاطئة سأضع علامة أمام خطأ. إذن العبارة الأولى، تلعب الأسنان دورا مهما في تجزيء الأغذية. هذه عبارة صحيحة، لأن الأسنان الدور ديالها هو تجزيء الأغذية، وبالتالي الأسنان فعلا تلعب دورا مهما في تجزيء الغذاء أو الأغذية. نعم. العبارة الثانية، القلب عبارة عن مضخة. نعم، القلب عبارة عن مضخة تدفع الدم إلى جميع أعضاء الجسم عبر العروق الدموية، وهذه عبارة صحيحة، أن القلب عبارة عن مضخة كيدفع الدم من القلب إلى ماذا؟ إلى جميع أعضاء الجسم عبر ماذا؟ عبر العروق الدموية، أنه على مستوى العروق الدموية تتم تلك التبادلات. نعم، يتم تبادل الغازات التنفسية بين الهواء والدم عبر القصبة الهوائية، وهذه خطأ، كيتم عبر الأسناخ الرئوية. صافي، إذن خطأ، هذه عبارة خاطئة. نعم، إذن تلعب الأسنان دورا مهما في تجزيء الأغذية. صحيح، القلب عبارة عن مضخة تدفع الدم إلى جميع أعضاء الجسم عبر العروق الدموية. صحيح، يتم تبادل الغازات التنفسية بين الهواء والدم عبر القصبة الهوائية. خطأ. نعم، مروا للنشاط الثالث. مرة النشاط الثالث هو نشاط سهل جدا. أتمم الرسمة بكتابة أرقام الكلمات التالية. إذا هذا الرسم هذا غادي نكملوه بكتابة الأرقام. عليها السؤال هذا عليه ثلاثة ديال النقط. عندنا أولا رئة، ثانيا أنف، ثالثا رغامة، رابعا قصبة هوائية، خامسا قصيبة هوائية، وسادسا سنخون رئوي. إذا غنبداو برقم واحد، وأين سنضعه؟ أولا رئة، رئة هي هذه. إذا سأكتب واحد وسأضعه، سأكتب رئة. نعم، إذن هي مشات لي رئة. ثانيا الأنف، الأنف يوجد هنا. إذن رقم اثنان، إذن اثنان هنا أنف. نعم، رقم ثلاثة أين يوجد؟ رقم ثلاثة هي الرغامة، الرغامة هي هذه. نعم، إذن ثلاثة رغامة. رقم أربعة هي قصبة هوائية، إذن القصبة هنا الهوائية هي هذه. إذن رقم أربعة قصبة هوائية. إذن عندنا القصبة الهوائية وعندنا القصيبة الهوائية. إذن القصيبة الهوائية هي هذه الصغيرة التي تتجه إلى السنخ الرئوي. إذن قصيبة هوائية. ثم أخيرا كيجي لك الرقم ستة. ستة اللي هو السنخ الرئوي. السنخ الرئوي هو هذا. إذن هنا الأسنخ الرئوي عندنا هنا هنا هنا. ها سنخ رئوي. نعم، سنخ رئوي. إذن رقم واحد رئة، رقم اثنان أنف، رقم ثلاثة رغامة، رقم أربعة قصيبة هوائية أو عفوا قصبة هوائية هي اللي هنايا، رقم خمسة قصيبة هوائية هي اللي هنا. نعم، القصيبات الهوائية. رقم ستة سنخون رئوي، وهنا عندنا الأسناخ الرئوية متعددة في الرئة. نعم، نمر للنشاط رقم أربعة.
انتبهوا معي دائما. نشاط رقم 4، اكتب 3 سلوكيات تساعدني لكي احافظ على صحتي. ملي كنتكلموا على سلوكيات استعملها او لا اعتمدها لكي احافظ على صحتي، يعني صحتي، صحة القلب او صحة الرئة او صحة المسالك التنفسية الى غير ذلك. اذا اولا الأغذية المتوازنة. أكل أغذية متوازنة. ثانيا ممارسة الرياضة. ممارسة الرياضة. ثالثا تجنب التدخين والمخدرات. إذا 3 ديال السلوكات إلا درتهم غادي نحافظ على الصحة ديالي. التغذية المتوازنة، ممارسة الرياضة بشتى أنواعها، يعني المشي، الجري، لعب كرة القدم، لعب الرياضات المختلفة. ثالثا تجنب التدخين والمخدرات، لأن التدخين والمخدرات كيأثر على الرئة، كيأثر على القلب، كيأثر على مجموعة من الأجهزة في الجسم. مزيان، إذا هادو هما السلوكات اللي ممكن نديرهم باش نحافظ على الصحة ديالي. كيسيون 5 اللي هو اون فرونسي، لأنه كتعرفوا كاين التناوب اللغوي في النشاط العلمي كذلك في المواد الأخرى، بالتالي يعني ضروري أننا نديرو أنشطة باللغة الفرنسية. النشاط 5 لي فوا اورينير ريسك دافوار دي انفلاماسيون ا سيمبتوم ديفير. يعني شنو قال لك المسالك البوليه مهدده بانها يكون فيها التهابات. هذه الالتهابات كتكون مصحوبه بايش؟ اعراض مختلفه. سيت دو سيمبتوم يعني جوج ديال الاعراض. ملي كنتكلموا على الاعراض ديال التهاب المسالك البوليه كنتكلموا على مثلا صعوبه في التبول او الم عند البول، وكذلك مثلا خروج الدم مع البول. اذا نكتبوا دولور او مومون دو لا ميكسيون، دن ألم في لحظة ديال التبول. ثانيا بريزونس يعني وجود، بريزونس دو سون دون لورين يعني وجود دم في البول. اذا هادو هما جوج ديال الاعراض، وكاين اعراض اخرى بحال مثلا سورتي ان كونترولي دورين يعني خروج او الخروج الغير ارادي ديال البول. إذن دولور او مومون دو لا ميكسيون، بريزونس دو سون دون لورين سون parmi les symptômes de l'inflammation des voies urinaires. D'accord. سؤال اخير، بار لانتري دون لا فراس سويفونت. نحاول نشطب على الكلمه الداخله اللي كاينه في هذه الجمله هذه. لو تيب ديجيستيف اي فورمي دو لا بوش. لو تيب ديجيستيف هو الانبوب الهضمي. انبوب الهضمي اي فورمي دو لا بوش، الفم، كتكون من الفم. هنا المريء الويسوفاج، هنا ليستوما المعده، هنا عندنا الكبد، هنا عندنا الامعاء. اذا هذا الانبوب الهضمي فعلا كيتكون من الفم، اذا صحيح، من المرء ايضا، من المعده ايضا، من الامعاء ايضا، وبالتالي الكبد لا كيتكونش من الكبد، لانه هذاك المكونات ديال الجهاز الهضمي ماشي ديال الانبوب الهضمي. اذا الكبد هو لانتري، وبالتالي هو اللي غادي نديرو عليه كرو. اذا لو تيب ديجيستيف اي فورمي دو لا بوش دو لويسوفاج دو ليستوما اي دي زانتيستان. داكوغ. اذا وبهذا غادي نكون كملت لا فيديو ديال اليوم اللي كان كيخص فرد من فروض المستوى الخامس ابتدائي النشاط العلمي، الفرد الاول الدوره الاولى. كنتمنى انكم تزيدوا تدعموا قناه تربويه مع الاستاذ محمد البخاري بالاشتراك والضغط على زر الجرس باش يوصلكم جميع الفيديوهات اللي كنقدم. كنت معكم انا الاستاذ محمد البخاري، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.